عندنا 50 مليون مسلم في أوروبا. Nous avons 50 millions de musulmans en Europe. هناك علامات أخرى تدل على أن الإسلام سيظهر الله في أوروبا بدون سيف، بدون بندقية، بدون فتح. 50 مليون مسلم في أوروبا بعد عشرات السنين سيحول أوروبا إلى قارة مسلمة. الله بيسخر أمة مسلمة وهي الأمة التركية بتدخل في الاتحاد الأوروبي. هذه 50 مليون مسلم. Voilà une cinquantaine de millions de musulmans. سيكون 100 مليون مسلم في أوروبا. Donc il y aura une centaine de millions de musulmans en Europe. البانيا دخلت في الاتحاد الأوروبي وهي دولة مسلمة. البوسنة دخلت في الاتحاد الأوروبي وهي دولة مسلمة، 50% منها مسلمين. أوروبا الآن في ورطة، وكذلك أمريكا. أما أن تقبل بأنها ستصبح مسلمة بمرور الزمن أو تعلن الحرب على المسلمين.